أسعد الله مساءكم. أول شيء إخواننا شيء خطير جدا، في بعض التعليقات الغبية. ممتاز، هذا أنه عندي في اليوم أكثر من 100 تعليق، هذا ممتاز، قليل أنه أنا عملي بصيب الهدف وبزح فيهم. طبعا أغلبية اللي بعلكم من جماعة قيس سعيد، ولكن نقول لكم شيء واضح، عشان تكون حكومة من الواجب أن الحكومة تعرض على البرلمان، والبرلمان هو اللي يقوم في إعطاء الثقة لهذه الحكومة. ولكن ما أنه قيس سعيد أخصى هذه البرلمان ومنع تفعيله، والآن سجن أغلبية معارضي وممنوعين من التصويت أو من أخذ أي قرار، مثل سيف، مثل راشد، ومثل ومثل ومثل، هون البرلمان حيكون لصالح قيس سعيد. ولكن الشيء اللي بتفهموه أنه سقوط قيس سعيد هو أصبح وارد وأصبح عاجل، لأنه الآن أصبح الجميع يتكلم ما بعد قيس سعيد، ما بعد، لأنه الآن ما يحدث في تونس، إنسان اغتصب الحكم، اغتصب البلاد، نصب على البلاد، استغل نفوذه عشان ينقلب، وكل قراراته غير شرعية وغير مقبولة على الشعب، لأنه يأخذ القرارات كرئيس غير شرعي، انتخبوه شرعيا. ولكن عندما ألغى تفعيل البرلمان والحكومة وأقال وجاب وحط عن، والآن موجود مع الماسونية ومع رئيسة حكومة معينة من قبل شبيل زوجته، أصبحت تونس مملكة تونس للأسرة الحاكمة، أسرة سعيد. يعني أسرة سعيد تحكم تونس مثل أي أسرة في دبي، في الكويت، أي أسرة موجودة في أبوظبي. يعني أصبحت عائلة سعيد أسرة حاكمة. وأين أنتم يا ثوار؟ وأين أنتم يا الذين أنتم كتبتوا للتاريخ الربيع العربي خرج يوم حرق الخضرجي نفسه 2011 اللي حرق نفسه بائع الخضار، هو بدأ بتونس واشتعل الربيع العربي من تونس. يعني تونس أم الثورات، تونس علمت معنى ثورات، وتونس لها كل احترام كبلد وشعب. ما تقولوا ماسوني تسمعوا هوش، هذا بده فتنة. شو فتنة؟ عشان أنا بصحيك بدي فتنة؟ فتنة لما أني بكون ساكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان أخرس، ما في كلام. ولذلك من كلكم أنه تونس أصبحت مملكة تونس لأسرة حاكمة، وهناك الآن انقلاب شرعي على الشرعية، لأنه منتخب شرعي قيس. وعليكم الآن أن تعوا تماما بأنه إن لن تأتي الحكومة لمجلس النواب وتأخذ الثقة، هذه حكومة غير شرعية. لذلك الآن في تونس سقوط قيس سعيد عاجلا، والجيش مش حيضلوا يتفرج، مع أنه نصه أصبح مع كمال عكوت. النص بتكلم أنا على الجو البر، سيب البحر. الآن أصبحت تونس موجودة تحت الأسرة الحاكمة، والآن بدأوا يتكلموا عن ما بعد قيس سعيد، لأنه أصبح قيس سعيد شيء غير شرعي، وقراراته كلها ملغية وما إلها أهمية. على الشعب التونسي أن يفهم، بيقول لك فتنة، فتنة شو؟ أقول لك أوه تونس بخير، تونس بشبابها، تونس بنسائها وأولادها وبناتها. وبتعلق لي على التعليق، هذا ماسوني، هذا صهيوني، هذا مدسوس، هذا فتنة. يا عمي شو اللي بعلكوا؟ بالعكس، أنا مبسوط ومكيف، مكيف على كلمة ماسوني وصهيوني وموس، مكيف، لأنه كل ما بتعلق لي أكثر أنا سبت الهدف أكثر، كل ما بتعلق لي أكثر أنا وجعتك. لأنه في عالم بدها توعيها وتقول لهم تونس بخير، تونس أم الحضارة وأم الثورات، وما تقول لي ما تدخلش ببلادك. خبير استراتيجي يتدخل في أي دولة بده إياها، وأنا ما زلت أتدخل في تونس الآن جقر في اللي ما بدهم، واللي طلعوا عنك لو أنت
مع فلان وعلتان، أنا أعي تماما بأن شركتنا شركة الدعاية والإعلام والذباب الأزرق والذباب الأحمر في ماليزيا هي اللي كانت أصلا تعمل كل الفيديوهات اللي نجحت قيس سعيد في السابق. وأنا كمان أعترف تماما بأنه أنا كنت على علاقة مع سيف الدين مخلوف ومديته في معلومات عن الجيش والترقيات، وأنا كمان أعي تماما بعلاقاتي أنه أنا مديت راشد الخياري بفيديوهات اللي كل الفيديوهات صحيحة وليس مفبركة، لأنه الأخ اتخذت الفيديوهات من استعلامات اللي كانوا يراقبوا تحركات قيس سعيد وتحركات كل اللي عم بيصير. ولذلك أنا بقول، أنا الآن أقول لكم تونس مقبلة لحرب أهلية إذا لم تتحدوا. خذوا هذا مني، والله والله ستندموا إن لم تتحدوا. والنهضة هذه اللي احنا بنقول عنها نهضة، النهضة ما فيها خير لبلدكم ولا جماعة التبيني ولا قيس سعيد ولا فقط جماعة الشباب. إنه النهضة على الحكم 12 سنة، شو جابت لكم؟ دمار، ولا عملت أي شيء للمواطن التونسي ولا أي قانون يحميه. النهضة فقط أتت عليكم الخراب والدمار ولا اليسار. فعلى الشباب أن يأخذوا ذموم الأمور في أيديهم. شكرا لكم، وافهموا ما أقول.